كسر ارقام كبيره جدا. بنرحب بيكم في البيت الكبير، منورين. الله يخليك. تبداي مع مين يا سهام؟ عايز ابدا مع نادين. اتفضلي. لان من وانت صغيره ناس كتيره جدا كانت بتتنبأ لك بمستقبل كبير جدا في اللعبه دي، ليه كانوا بيتنبؤوا التنبؤ ده؟ وانت كمان ازاي اشتغلتي على نفسك بعيدة عن باباكي؟ ازاي اشتغلتي وطورتي من نفسك يا نادين؟ انا من وانا صغيره كان حبي للعبه شايفه اخواتي الاثنين بيلعبوها، احمد وكريم. شايفه برده بابايا ومامتي دايما يحكوا لي، يعني حبيت اللعبه. كان نفسي ابقى زي بابايا، كان نفسي اطلع زي مامتي. مامتي كان نفسها برده ان هي تسافر وهي في سني وتحقق حاجات، فهي زرعت ده فيا من جوايا، وزرعت فيا حته ان هو انا احاول اوصل واعدي واكتسح حاجات كتيره جدا عشان اقدر احقق اللي انا عايزه احققه. الحمد لله، يعني كان في ناس كتير جدا مساعداني، مدربين كتير جدا اتمرنت معاهم، كان عندي سبورت كبير قوي من الاهلي ومن اهلي عامه اللي انا اكمل واوصل، وكان شايفين فيها حاجات ممكن انا في وقتها وانا صغيره ما كنتش يعني شايفاها. صح. بس هما بداوا يزرعوها فيا ويكبروها واحده واحده، وقدرت الحمد لله ارسم طريق لنفسي واهداف اللي انا عايزه اوصل لها واحققها. فحطيت كل السلبيات على جنب وبصيت للايجابيات بس، وقدرت الحمد لله يعني اعمل اللي انا كان. ده من وانت عندك كام سنه؟ وانا صغيره، من وانا مثلا عندي 14 سنه كان عندي بلان.